نركع ابدا لن نركع من يرهبنا صوت المدفع لن نركع ابدا لن نركع من يرهبنا صوت المدفع لن نركع ابدا لن نركع من يرهبنا. احنا اليوم جينا الناس ديال ساكنه اكادير ودرنا واحد التضامن بقى فينا الحال هذا الشيء اللي وقع الاخوان ديالنا في فلسطين وكنكون ان شاء الله راه ربي معاهم وان شاء الله ربي غادي ينصرهم. صراحه احنا متاثرين بزاف بهذا الشيء راه هذوك الاخوان ديالنا العرب اينما كانوا راه هذا الشيء اللي وقع في فلسطين الاخوان ديالنا هذوك الاخوان ديالنا واقل ما غادي نكون ان قلوبنا معاهم والله ينصرهم الله ينصرهم الله ينصرهم والنصر لغزه ان شاء الله. كنظموا بالتنسيق مع مختلف الهيئات السياسيه والمدنيه باكادير الكبير هذه الوقفه التضامنيه مع اخواننا في فلسطين امام القنصليه الفرنسيه باكادير. وهذه الوقفه هي وقفه رمزيه لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان كما قلت هي امام القنصليه الفرنسيه وهي رساله للرئيس ماكرون وللسلطات الفرنسيه التي تقف اليوم بجانب العدو بجانب المجرمين مجرمي حرب في غزه. كلنا تابعنا الهجمات اللي كانت خلال العشرين يوما الماضيه ولكن ايضا الهجمه البريه والبحريه والجويه اللي كانت امس واللي كانت يعني في غياب النقل الاعلامي لانه تم قطع كل وسائل التواصل بقطاع غزه وهذا هو الاسلوب الاخير الذي لجأت اليه او لجأ اليه العدو الاسرائيلي حتى لا يظهر للعالم يعني بشاعه وحجم الاعتداءات والاساليب التي اصبح يستعملها في حق الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزه. اليوم ساكنه اكادير الكبير تعبر عن تضامنها مع اخواننا في فلسطين مع اخواننا في غزه ونقول باننا نحن امه واحده في 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 ظل هذا التشرذم العربي والاسلامي وكذلك ندعو كل الشعوب العربيه والاسلاميه وحكامهم وجميع الدول الى التضامن مع هذا الشعب لانه اليوم ليست هناك حرب متكافئه. العدو اليوم بدعم غربي من طرف كل الدول تقريبا الكبيره بدءا بالولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وايطاليا والمانيا وغيرها من الدول اليوم ليست هناك حرب متكافئه لا بد من تدخل قوي للانظمه العربيه ولمختلف هيئاتها لايقاف هذه الحرب الهمجية في حق الشعب الفلسطيني. إذن تحية ساكنة سيس العالمة